الصحية لليوم اللي رح نحكي فيها أكثر عن اضطرابات النطق، ويعتبر هذا المجال بمجال اضطراب النطق والكلام من المجالات التي حظيت باهتمام كبير بالآونة الأخيرة وخاصة بالوطن العربي. ورجع هذا الاهتمام إلى الحد من الآثار السلبية التي تخلفها الاضطرابات عند الأطفال والتي تحد من اندماجهم بالمجتمع بشكل عام. اليوم رح نحكي أريج عن تشوهات الفك وتدخل أخصائي النطق والاضطرابات النطقية يلي بتنتج عن هاي التشوهات. ولحتى نحكي أكثر عن هذا الموضوع معنا أخصائية النطق لينا صباحي. سعد صباحك لينا. صباح الورد ميسان. يا هلا فيك لينا. صباح الخير أريج. لينا خلينا نتعرف البداية أكثر، شو هي تشوهات الفك؟ هلا رح لك شيء باعتباره هو شيء يونيك مميز باضطراب النطق. هو من الاضطرابات اللي هي بتكون أساسها جراحي وعلاج. أول شيء كان لازم يكون معنا اليوم الدكتور معتز الخن رئيس شعبة الجراحة الفكية بمشفى دمشق المجتهد، بس في عنده ظرف فاعتذر وإن شاء الله يكون الأسبوع الجاي معنا. هلأ شو يعني تشوهات فكية أو اضطرابات ناتجة عن تشوهات الفك؟ هلأ خلينا نحكيها بطريقة مبسطة. الأول شيء تقدم الفك العلوي. ممكن يصير عنا تقدم فك علوي، ممكن يصير عنا تقدم فك سفلي، ممكن يصير عنا انشقاق سقف الحلق اللي هو تقريبا أكثر شيء أخصائي النطق بيتداخل فيه. تمام. وأكثر شيء هو بده أكثر من عملية. أوكي. هلأ انشقاق سقف الحلق هو شيء بيصير بعدم انغلاق العضلة البلعومية اللهائية. تمام. هلأ مشان أنا حاولت قد ما فيني أقدر أشرح بالعربي أنه هي اتصال فيك تقولي بين الألف بين الأنف والفم يعني بالقناة الأنفية مع الفموية، فيصير عنا فتحة. قبل ما يتدخل أخصائي النطق للعلاج بده يكون الجراح الفكية قاطع مرحلة. المرحلة شو هي؟ إغلاقة إغلاقة للمرحلة. تمام. فبدون أخصائي جراحة فكية ما في دخل أخصائي النطق بشي. نحن بنجي بالمرحلة الثانية. طيب. للعلاج. شو العلاقة بين الجراحة الفكية وإمتى بصير هذا التدخل اللي حكيتي لنا أنه يمكن يعني لازم يكون بمرحلة معينة؟ تمام. هلأ عنا نحن خلينا نحكي بسوريا كوضع، عنا قسم بوزارة الصحة اللي هو الجراحة الفكية، هي مسؤولة عن هذا الشيء. بصير مرحلة إغلاق بمراحل، بيغلقوا مرة بعدين اثنين بعدين ثلاثة. تمام. هلأ هذا الانغلاق لحتى يتدخل أخصائي النطق في له عوامل. أول شيء بدك تشوفي نوع الانشقاق، عمق الانشقاق، الجهة اللي صاير فيها انشقاق، هل في وظيفة حنكية صح، أو ممكن كمان يكون في ضعف باللهاء وبالعضلة المسؤولة البلعومية. فأنت بدك أول شيء يكون كل هذه الأمور خلينا نقول زبطت عن طريق جراح الفكية اللي تمنيت كتير يكون اليوم معنا، بس إن شاء الله الأسبوع الجاي حنكمل الحكي فيها. بعدها هو بيحول لأخصائي النطق وكلام. هلا هون بيجي دوركم، شو نوع العلاج المقدم من أخصائي النطق بما يتعلق بهالاضطرابات؟ هلا قبل ما نحكي بنوع العلاج بدي أحكي لك كيف في أساسيات بدك تمشي عليها لحتى أنت توصلي لعلاجياتها. المراحل قبل العلاج. المراحل ما قبل العلاج. أول شيء شو يعني انشقاق سقف حلق وليش بتصير فيه مشكلة أنفية؟ هلأ نحن حكينا بشكل طبي إنه هي شيء عدم إغلاق المرحلة الإغلاق كامل، خلينا نقول للأنفي والفمي. عندك نوعين من الأصوات، أصوات يعني حروف، هي أصوات أنفية وأصوات أصوات فموية. أصوات الأنفية هي بس صوتين، بس عندك صوتين أنفي وباقي ما تبقى هي كلها أصوات فموية. تمام. هلأ جربي حقلك شيء مثل ما أنا بحب أعطي مثال لتوضح. خليك قولي كاسة. كاسة. سكري أنفك. قولي كاسة. كاسة. طبيعي. اللي عنده خنف أو خنب بيقول ما في يقول، لأنه كل أحرفه بتتغير لمجرى أنفي. فنحن عادي عنا إذا سكرنا أنفنا أو فتحنا بنقول الأحرف الفموية طبيعي. إلا هو بيقول ما في يقول با. هيك يعني هذا الشق يعني بسبب خلل بالأعضاء الصوتية اللي هي تمام بالأعضاء النطقية. ما فيك تقولي صوتية، صوتية هي رنية وحبال.
تمام هيك بيصير. هلا بعد ما بتتدخل علاجيا وبتتسكر هاي الفتحه بيلجا اخصائي النطق لحقيقة الصح لأنه بيكون ممكن تعود على هذه الأصوات أو ما بيعرف ينتج بطريقة صح. هي شيء. الشيء الثاني لما حكينا نحن عم نحكي بشكل عام عن اضطرابات النطقية بسبب تشوهات فكية، فيكي مثلا كمان تقولي أنه ممكن يصير عنده مشكلة بالأحرف السنية. طب أنت تخيلي عندك مريض عنده تقدم بالفك السفلي، ما في أولى، ما في إطباق تمام. بالأحرف اللثوية، بالأحرف الأمامية، فقدان أسنان أحياناً كمان هذا الشيء طبعاً الموضوع. فقدان الأسنان، فقدان السمع، هذا كله بده يكون نحن معالجينه تمام. أحرف مثلاً انفجارية، طب إذا أنت عندك تقدم بالفك العلوي أوه ما فيك تقولي با، فهي كلها بدها تتصلح جراحياً بعد أخصائي النطق بيعالج. هي بهي الطريقة تمام بنصير بنطلع عند المريض مخارج الحروف السليمة، خاصة لازم يتعود على سماعه هو أكيد. هي جاي أحكي لك إياها بالآليات العلاجية. بتصير أنت بتعلمي الصوت، بيصير عنده وعي بعدها فينولوجي إنه بح حرف انفجاري، إطباق شفوي سني، الأحرف السنية أو الصفيرية س، خليك تفهمي إنه س، لازم يطلع الهواء بهي الطريقة ويلقبل يعني يحس فيه، يبلش يفهم ويدركه إنه إذا ما عم نقول في مشكلة عقلية. شقصق في الحلق تمام. بدك تمشي انت على آليات. اول شيء سق شق في الحلق، شق في الحلق هو عنده طريقه مبالغ فيها باخراج الهواء من انفه تمام. دائما بتسمعي عند مريض الخنف او الخنب بمصطلح علمي صوت مخنوق مخنوف دائما هيك. فانت جربي اول اليه علاجيه له، حطي مرايه قدامه اوكي وخليه يحكي حيطلع ضباب، حيسكر المراية. فانت تستخدميها شو كنوع من انواع التوعية العقلية، بتستخدمي اثنين بواحد بتفهمي انه نحن بعد ما عالجنا ما بيصير نطلع هاي خلاص بخ شوي اوكي هيك ان يعني بتصيري بتفهمي بطريقة، لانه بيصير عنده انبثاق هوائي فظيع من طريق الانف مبالغ فيه. هذا الشيء بأي عمر ببلش؟ يعني امتى المفروض يكون في تدخل الجراحي وامتى المفروض يبلش العمل مع اخصائي النطق ما بعد التدخل تمام. الجراحي يعني قد الفترة الزمنية؟ مصداقية المعلومات هذا السؤال حنوجهه للدكتور معتز الخن يوم الخميس له، لانه هو ادرى كتدخل جراحي، لانه هي مش عملية واحدة، هي أكثر من عملية. قديش الوقت بده لحتى يعني الشخص أو الطفل يقدر يتجاوب ويقدر يبلش يعني يتعود على النطق الصحيح؟ تمام. بس أنت مرأتي بالآليات العلاجية اللي هي أول شيء حكينا عن آلية الانبثاق الهوائي المبالغ فيه، بتعلم الطفل بس بدك تحرصي إنه ما في أسنان خطأ، السمع طبيعي، بدك تركزي السمع طبيعي، بدك تعرفي إنه دكتور الجراحة الفكية خلص علاجه وتدخله وأخذ قرار إنه خلص هذا لازم يتحول للأخصائية لينا، للأخصائية وسام، للأخصائية آلاء whatever، بس بده يكون أخصائي الفك جراح الفكية بيعرف إنه هذا الأخصائي نطق مو أخصائي نفسي تماما. صلوا يا جماعة تمام. بعد ما نحن إنه سؤالي كان بأي عمر، لما بيكون الأخصائي أخذ قرار أخصائي جراح الفكية، بعدها بيصير عنا شيء لحتى نحن نخفف. حكينا عن أول آلية هي الانبثاق الهوائي. المرحلة الثانية هي مرحلة التغذية اللمسية، التغذية الراجعة اللمسية. شو يعني؟ نستخدم الإيد أو ملقط، ما حقلكن يا بالإنجليزي لتهي مثل خلينا نقول لقاطة ماشي. يا أما أنت بتعلميه يحكي ويسكر أنفه، يعني بتصير هي حركة لا شعورية عنده بيتعود عليه أنا عمل فهيك بيعمل، أو بتعلميه بفترة من الفترات يلقط أنفه فبيخف الهواء المنبثق أوكي، فبيصير الحكي سليم نوعا ما. الآلية الثالثة وهي الآلية الأهم هي بتستخدم مع شوي اللي عمره المتقدم يعني عندهم وعي، هي آلية التغذية الراجعة السليمة الخاطئة. شو يعني؟ كيف هي؟ التغذية الراجعة السليمة بتعمل موديلينج أوكي؟ موديلينج شو يعني؟ نموذج. بتصيري بتحكي مثلا بعيد من هون، أنت عندك اضطراب خنف خنب أنت كيف بتحكي؟ أنت بتحكي معي طريقة أوكي ماشي، هذا شيء خاطئ، بدك تفهمي إنه هذا الشيء غلط، بتحطي موديلينج صح
يعني أنا بيجي بحكي معك بقلك أنا اليوم بدي أكل تفاحة، طيب بحط موديلينك خاطئ جنبه، أوكي أنت بتصيري بتحكي بطريقة خاطئة، فبتعملي مقارنة، شوف أنا هون ما حلو، أنا هون خطأ، أنا هون الصح. ببلش هو بيصير عنده وعي، بعد هو خلص تعالج فكيا، هو سليم جسديا، هو باقي نطقيا، يصحح هذا الشيء. تمام، بتخلصي من هالمرحلة، هاي المرحلة حتاخد معك وقت. بتجي على المرحلة الأخيرة وهي مرحلة التثاؤب. تمام، شو يعني تثاؤب؟ أنت بدك تلعبي على جذر اللسان لأنه اللغة عندك قصيرة. تمام، شو بتعملي؟ بتعملي طريقة تثاؤب. شو بيصير؟ جذر اللسان بينخفض كتير لتحت وبيصير بطريقة ستريت، فشو بيصير باللها؟ لها بترتفع فبتعطيكي أصوات سليمة. تمام، هلأ هاي المرحلة هي اختصاصية جدا ولا يجب التدخل فيها إلا إذا كان أخصائي نطق. تمام، هلأ هذا مختصر حكينا نحن بشكل عام بشكل عام كل المراحل، وإن شاء الله الخميس الجاي مع الدكتور معتز الخن نقدم فائدة أكثر إن شاء الله. يعني إن شاء الله نحن بنتمنى السلامة لكل الأشخاص. آمين آمين. ونشكر كتير وجودك معنا لليوم لينا والمعلومات اللي عطتينا إياها، ومنكمل يمكن بالحديث عن الموضوع بشكل تمام أكبر تمام. إن شاء الله يا رب تكون قدرت تفيد. يعني شكرا كتير لك لينا لوجودك معنا اليوم والنصائح اللي عطتينا إياها. الله يخليك، شكرا كتير.